بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصة خالد بن الوليد للمخزومي سيف الله المسلول. تسلسلت بنا هذه القصة وانتهينا من مرحلتها الأولى عندما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل خالد ضد المسلمين ثم هداه الله تعالى وأسلم، فكان سيف الله المسلول، سيف الله المسلول في يد النبي صلى الله عليه وسلم ضد الكفار. ثم جاءت المرحلة الثانية في حروب الردة في عام 11 هجرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاد خالد أهم الجيوش التي قاتلت المرتدين وقضت عليهم، وبالذات على أخطرهم وهو مسيلمة الكذاب. ونحن الآن في المرحلة الثالثة من مراحل حياة خالد، عندما أرسل أبو بكر خالدا إلى العراق، وكانت أرضا يحتلها الفرس، وكان يحكمها العرب صوريا من جهة المناطق الغربية للعراق، لكن الحكم كان أساسا للبلاط الفارسي. ورأينا كيف أن الإمبراطورية الفارسية كانت إمبراطورية عظيمة جدا، وكان جيوشها جرارة، يعني تتكلم عن مئات الألوف أحيانا يستطيعون أن يجمعوا في جيش واحد، بالإضافة إلى أنها كان لها ثقافتها وحضارتها. إذن لم تهزم الإمبراطورية الفارسية لأنها والله كانت متفككة وفيها صراعات داخلية. هذه الصراعات الداخلية التي كانت في الفرس كانت قبل الهجوم الإسلامي، لما جاء الهجوم الإسلامي عليهم كانت دولة موحدة بيد يزدجرد كسرى الفرس، وهو من سلالة الساسانيين، الدولة الفارسية العظيمة. بدأ الهجوم الإسلامي على الفرس في نهاية عام 11 هجرية، بداية عام 12 هجرية، في عام 633 ميلادية، وكان الجيش الفارسي في ضمنه العرب الذين يوالون الفرس، وكان هذا الجيش أعظم آلة عسكرية في العالم كله، في كل العالم كان هذا الجيش هو أعظم الجيوش، وكانوا دائما يضعون على رأس الجيش نخبة من الأبطال المحنكين، أصحاب القدرة على المبارزة الفردية والقيادة الجماعية، وكان هذا الجيش يفخر بإنجازاته وقوته وتسليحه. كان الجندي الفارسي يعتبر أفضل محارب في زمانه من حيث التجهيزات، كان يرتدي الدروع، وكان يضع على رأس الخودة من الحديد الرفيع الخفيف، لأن الحديد الثقيل يتعب الإنسان، لكن حديد يمنع الضرب وفي نفس الوقت خفيف، فكان من المعدن المطروق، وكان جسمهم يغطى كل الذراعين، تغطى بأكمام معدنية، والسيقان تغطى بالدروع لوقايتها، وكان يحمل كل أنواع السلاح الحربة، وكان يحمل الرمح ويحمل السيف ويحمل الفأس ويحمل العصا الحديدية ويحمل الدرع. طبعا هذه شوية تثقل الفارس وتجعله ثقيل الحركة، لكن كان قتله صعب جدا، بالإضافة أنهم كانوا يحملون قوس فيه النبال، والواحد منهم معه على الأقل 30 نبلة، وبالإضافة لهذا يكون عندهم القوس، هذا السلك الذي يضعونه في النبل، هذا كان عندهم وتر يسمونه، وترين احتياطيين، لو انقطع عنده اثنين يتدلى من خودته، فكان الجندي الفارسي يعرف من هيئته، وكان مجهز بمعدات وأسلحة فعالة، لكن كانت خفة الحركة ليست عنده، على عكس العربي الذي كان سلاحه خفيف، ما كان مدرع كهؤلاء، لكن كان سريع الحركة. في الجيوش التي تواجه بعضها كان لا يضاهى الجيش الفارسي، إلى أن ظهرت خيالة خالد بن الوليد رضي الله عنه، خفيفة التسلح سريعة الحركة. بداية هذا الفتح الإسلامي بدأ برجل عظيم هو المثنى ابن حارثة الشيباني، سيد من سادة قبيلة بني شيبان، أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. هذا المثنى كان رجلا من عظماء العرب، وكان اسمه مشهور في العرب، بالإضافة إلى هذا كان بطلا من الأبطال المقاتلين، وكان زعيما لبني شيبان وزعيما لقبيلة بني بكر، وهذه القبيلة كانت تسكن شمال شرق الجزيرة أو جنوب غرب العراق. ف
فطبعا في روايات انه لم يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه روايات، لكن الارجح عندي انه اسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبل اعتنق الاسلام يعني على سمع الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم بعد ذلك، وهذا الذي جعل خلاف بين الناس، هو لم يسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم بعد ذلك، هذا احد الروايات الشهيرة يعني. بعد اليمامة بوقت قصير المثنى بدأ يغزو العراق، هو والعرب الذين معه في جنوب شرق جنوب غرب العراق شمال شرق الجزيرة، وكان يغزون طلبا للغنائم والمغامرة بسبب الفوضى التي عمت الجزيرة في حروب الردة، لم يكن مع المرتدين لكن بدأ يهجم على العراقيين أو على الفرس في أرض العراق. في بادئ الأمر كان المثنى يهجم وينسحب، يهجم وينسحب، وكان الفرس يعني ما يحبون الدخول في الصحراء لأن سلاحهم ثقيل وحركتهم صعبة، والمؤونة دخولها في العراق الماء والزاد صعب، فكان يضرب في الشرق مرة في الغرب مرة، وكانت معظم غاراته في منطقة الأبلة اللي هي الميناء اللي على شط العرب في قرب البصرة اليوم، فيعود بالغنائم والأسلاب التي بهرت العرب وعرب الصحراء، يعني الفرس هذا كل هذا عندهم، العرب ما كان عندهم شيء، كانوا فقراء وجياع، وهذا الآن يأتيهم بهذه الغنائم الكبيرة. الحاميات الفارسية، الجيوش الفارسية التي كانت في هذه المنطقة كانت مكتوفة الأيدي، فرسان يظهرون يضربون كالأشباح، يأخذون ما يستطيعون ويعودون بقيادة المثنى رضي الله عنه. لكن كانت هجمات صغيرة ليس لها أثر على مستوى الدولة. جاء المثنى رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق في أواخر ذي القعدة من عام 11 هجرية، بعد نهاية حروب الردة، في بداية فبراير شباط 633 هجرية، يخبره عن هجوماته على الفرس، طبعا هو مسلم الآن، ويعطيه صورة مشرقة عن الحالة في العراق، ويبين له أن الفرس هؤلاء يعني لا يغرونك سمعتهم وشهرتهم، وإنما هم ضعاف، وهؤلاء جربناهم في القتال لا يستطيعون المواجهة. فبدأ يشجع أبا بكر على الهجوم على فارس، وقال له: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، أمرني على من قبلي من قومي، اجعلني أمير قومي، اجعلني أمير كل العرب الذين هم مسلمون في هذه المناطق، أقاتل من يليني من أهل فارس وأكفيك ناحيتي، يعني أنا أتولى قتال الفرس وأحمي المسلمين من أي هجوم فارسي. فالخليفة أبو بكر فكر، وجد أن مسألة يعني أصلا الإسلام مطلوب أن ينتشر في الأرض وهو رحمة للعالمين، ومطلوب أن يقضي على الطغاة في كل العالم، ومطلوب أن تنشر الدعوة في هذه الدولة المجوسية الكافرة، وفرصة أن يزعزعها ليكون يعني مقدمة للهجوم الإسلامي عليها. فوافق أبو بكر الصديق وزود المثنى بكتاب تعيين أنه قائد على جميع مسلمي بني بكر، فعاد المثنى ومعه هذا الكتاب الذي خوله السلطة في شمال شرق الجزيرة العربية. وهذا الأمر وخاصة الأخبار عن غنائم المثنى وبطولة المثنى وشجاعة المثنى جعلت كثير من الناس ينضمون إليه، والذين ارتدوا في تلك المناطق عادوا إلى الإسلام، بعضهم طمعا في الغنائم مع المثنى، فاستقر الإسلام في شمال شرق الجزيرة بسبب هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، واستطاع أن يجمع جيشا، لكن جيش صغير فيه حوالي 2000 رجل، واستأنف الإغارات وبحماس شديد على الفرس، وبدأ الضرب على الفرس من قبل المثنى. المثنى خرج من المدينة وذهب يفعل هذا، في هذه الأثناء كانت كلمات المثنى ترن في أذن الخليفة أبي بكر الصديق عن الحال الذي وصل إليه الفرس، وأنه ليش تخافون منهم، وأنهما يعني أقل شأنا مما يظن الناس، وأنا فعلت بهم الأفاعيل. فاتخذ أبو بكر رضي الله عنه بسبب هذا الأمر القرار بفتح العراق،
هو الآن قرر أن ما تكون مواجهة مع كل الدولة الفارسية، ولن يكون يعني هجوم على كل فارس، وإنما سيكتفي بمناطق العراق لأنها مناطق عربية، وهؤلاء يعني دخولهم في الإسلام أسهل لمعرفتهم بالعرب اللغة العربية التي هي لغة القرآن، فستكون الدعوة بينهم أسهل وهم أقرب إلينا في نفس الوقت، والمثنى يعرفهم جيدا ويستطيع أن يعني يسهل الأمور هناك. لكن مع ذلك هو سيستخلص العراق، الآن سيأخذ العراق وهي أثمن الممتلكات الفارسية، سيأخذها من فم الأسد، سيأخذها من فارس. ولا تنسون أن يزد جرد عاصمته في العراق، المدائن على دجلة. طبعا أبو بكر نيته أن يأخذ غرب العراق بدون ما يأخذ المدائن، لا، أخذ المدائن معناه يعني تحدي كامل للدولة الفارسية، فهو يريد الآن المنطقة الواقعة غرب دجلة ولن يهاجم شرق دجلة، وبالطريقة هذه طبعا سيتسع العالم الإسلامي وحدود الإسلام، وسينتشر الدين الجديد، وسيزود أيضا بأرض خصبة وثروة كبيرة تعين المسلمين على فتح العالم بعد ذلك. فكل الأمور كانت ممهدة لقضية فتح العراق. لما استتب الإسلام في الجزيرة طبعا وعاد السلام إلى ربوع الجزيرة كسابق عهده، وخاصة يعني بعد سقوط حصن النجير وهو آخر حصون المرتدين من بني كندة، هم كانوا آخر من قاتل، فلما هزمت كندة في حصن النجير وعم الإسلام مرة أخرى الجزيرة في خلال عام واحد، الردة حدثت وعادت في خلال عام واحد. تخيلوا هذا في التاريخ، أي دولة تفنى ثم تعود في سنة واحدة، هكذا كان وضع الردة وهكذا كان خطر الردة. فهنا سيطر الإسلام على الجزيرة، وجاء وقت تطبيق قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالحرب ستكون مع الفرس الكافرين عبدة النار الذين يسيطرون على أراضي هي في الأصل أراضي العرب، أرض العراق وبالذات المناطق الغربية منها أراضي العرب، فبالإضافة إلى نشرهم للكفر، فكان لابد من القضاء على هؤلاء الطغاة. طبعا فتح العراق رغم أنه يسره المثنى وسهله في فهم أبي بكر، لكن عند العرب كانت قضية الفرس هذه يعني لها سمعة خاصة عندهم، قوة الفرس، بأس الفرس، يعني كانوا يسمونه، يكفي أن الكسرى كان يسمى شاهن شاه، يعني ملك الملوك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى قال: لا يتسمى أحد بشاهن شاه، ملك الملوك هو الله عز وجل، لكن كسرى كان يسمى عند العرب وعند الفرس شاهن شاه. حتى في لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام فاعتبرها كسرى تحدي، فرحت قريش قالوا خلاص انتهى أمر محمد، صار صدامة مع ملك الملوك. هكذا كان يرون الفرس. إذن هناك صبغة معنوية كانت في نفوس الناس عن الفرس، وكانوا العرب يخافون من الفرس من ذكر اسمهم. بالمقابل كان الفرس ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء، ويعني أنهم لا شيء، لأن هؤلاء العرب ليس عندهم جيش مثل الناس، يعني كان جيوشهم جيوش صغيرة وقتل وسلب وكذا وغزو، يعني وهكذا فعلا كانوا في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، وجماعة لا عندهم حضارة ولا عندهم مدنية ولا عندهم علم، وحتى يعني الكتابة بينهم قليلة الانتشار، وناس جياع وفقراء، هكذا ينظرون إلى العرب. فمن جهتين العرب كانوا يخافوا مواجهة الفرس، والفرس كانوا يزدروا العرب. فأبو بكر الصديق خشي من أمر، خشي أن تحدث المواجهة بين الفرس والعرب على يد المثنى ويهزم المسلمون، فيتأكد عند الناس السمعة التي عند الفرس، وبالتالي لا يتطوع أحد لقتال المرتدين. فقرر أن يغير القائد ويحول القيادة في قتال الفرس إلى أعظم قائد عنده، فاختار خالد بن الوليد رضي الله عنه، وصدر مجموعة قرارات. القرار الأول الذي وجهه إلى خالد ليقوم كما ذكرت بفتح العراق ومحاربة الفرس،
وهو ما زال في اليمامة التي يعني قتل فيها مسيلم الكذاب لعنه الله تعالى. فأرسل إليه قال: استدعي الذين ثبتوا على الإسلام، المرتدين اللي إسلامهم ضعيف حاول تتجنبهم، هؤلاء لا يعتمد عليهم، قتال أعظم دولة في العالم. ثم أمره هؤلاء الذين ثابتين على الإسلام، يعني قرار الأول استبعد المرتدين من جيشك الذي سيتوجه إلى فارس، القرار الثاني المسلمون الذين ثبتوا على الإسلام في جيش خالد وهم أكثر من 10,000 لا تجبرهم على الخروج إلى فارس، وأذن لمن شاء بالرجوع، اللي ما يريد أن يذهب إلى فارس للقتال، يعني جيش تطوعي ما في إلزام، كان يستطيع أن يأمرهم وعليهم الطاعة والسمع، لكنه أراد أن يكون رغبة ذاتية حتى يكون حماسهم أكبر. فخالد هنا جمع قواته وأعلن بينهم أن الخليفة قد سمح لمن شاء منهم أن يعود إلى بيته، انتهت حروب الردة، وأن القرار الآن سنتوجه إلى قتال أعظم دولة في العالم الفرس، ولا نريد إلا من يريد القتال دون إجبار. ففوجئ وصعق خالد من النتيجة، من بين القوة التي كانت معه أصلا كانت 10,000 ثم انضم إليه 3 آخرين 13,000، لم يبقى منهم الآن إلا 2000، والكل رجع بيته بناء على الاختيار. خالد طبعا لن يستطيع أن يواجه الفرس ب2000 رجل، فأسقط في يد خالد، ما عنده جيش يقاتل به الفرس، هو 13,000 لن يكفوا لقتال الفرس، فكيف ب2000؟ فعندها أرسل خالد على الفور إلى الخليفة يخبره بما حدث ويطلب منه العون. وصل كتاب خالد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان جالسا بين أبو بكر جالس بين الأصحاب ومستشاريه الكبار، عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير والكبار، فقال بصوت عال بحيث يسمع جميع المستشارين، أخبرهم بالخبر: ما بقي عندي أحد إلا 2000 يريدون قتال الفرس. فسكتوا، ماذا سيفعلوا؟ فهنا فكر أبو بكر الصديق ثم قال: ائتوني بالقعقاع بن عمرو التميمي يكون مع خالد. شاب مؤمن، بطل من الأبطال المقاتلين، شجاع عظيم. فأرسل إليه رسالة، توجه إلى خالد. طبعا الصحابة الكرام لما سمعوا بالأمر تعجبوا، قالوا: أتمد رجلا قد ارفض عنه جنوده، يعني خالد جنوده تخلوا عنه، تمده برجل؟ ما عنده إلا 2000، بدل ما ترسل له آلاف وتلزم الناس أن يكونوا معه، ترسل له فقط شخص واحد؟ فقال أبو بكر، وكان القعقاع قد وصل أولا إلى المدينة فنظر إليه، قال: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. هذه كلمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن القعقاع. اسمعوا يا شباب، اسمعوا حتى تربوا أنفسكم على الجد وعلى الطموح وعلى البطولة، إياكم والتسكع في الشوارع وعلى الإنترنت، يعني كونوا من أهل الهمم. شوفوا الكلمة العظيمة من أبي بكر الصديق عن القعقاع: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. الله الله، أي مدح أعظم من هذا. فتوجه القعقاع بن عمرو لتعزيز جيش خالد رضي الله عنه. طبعا أبو بكر لم يكتفي بهذا، وإنما بدأ يجمع من يستطيع أن يكون مع خالد، وأرسل إلى المثنى بن حارثة الشيباني، وأرسل إلى مذعور بن عدي وهو زعيم هام في شمال شرق الجزيرة، أمرهما أن يجمعوا كل ما يستطيعون من قواتهم ويكونوا تحت إمرة خالد، فما تكون جيوش متفرقة وإنما كلها جيوش موحدة. فوحدت الجيوش وانضم الأبطال المثنى والقعقاع، انضموا الآن إلى جيش خالد بن الوليد لفتح العراق. أصدر أبو بكر هذه التعليمات وارتاح، فقد أسند
أصعب مهمة لأفضل بطل، مهمة فتح العراق ومحاربة الإمبراطورية الفارسية، إلى بطل المسلمين سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وأمره أن يبدأ من الجنوب من منطقة الأبلة. معركة خالد بن الوليد في كاظمة في منطقة الكويت، ثم في جنوب شرق جنوب العراق، ثم فتح العراق، هي حديثنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.